رئيسي الصحة العمومية إذا نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية الصحة بسبب الإقصاء إذا المتعمد لولاية العغوات، هذا طبعا حسب تصريحاتهم لحصتها 22 منصب لنيل شهادة الدراسة الطبية الخاصة بولايات الجنوب وعدم تحيين منحة الجنوب واحتسابها على أساس الأجر القاعدي من طرف الوزارة الوصية. مصطفى بن مسعود رصد التصريحات التالية. الوقفة الاحتجاجية هذه جاءت إثر الإقصاء من طرف وزارة الصحة لولاية الأغواط لمناصب التكوين في التخصص في الطب 22 منصب من بين 10 ولايات في الجنوب أقصيت ولاية الأغواط. نطرح السؤال، من المسؤول عن إقصاء ولاية الأغواط؟ ظلم اللي تعرضت له مدينة ولاية الأغواط في إطار ال 22 منصب اختصاص لهذه الولاية اللي كان فيه يحل مشكل كبير من جهة الأطباء، توقيف تعسفي من طرف مديرة المؤسسة الاستشفائية بقصر الحيران اللي اتصلنا بها في المشاكل اللي تخص التكفل بمصلحة المريض، توفير الأدوات الأساسية لإنعاش المرضى ما عدناش، في مصلحة الاستعجالات إذا جانا حالة تاع توقف قصور تنفسي ولا ما عدناش كيفاش تكفلوا به. من جهته مدير الصحة لولاية الأغواط وفي رده على المحتجين صرح بالتالي: مناصب للأطباء الأخصائيين الخاصة بمناطق الجنوب والتي لم يستفد منها سنة 2019 ولاية الأغواط، في تحاورنا مع مسؤولين على مستوى وزارة الصحة سوف يتدارك هذا الأمر وسوف تبرمج نفس الحصة لولاية الأغواط في سنة 2020. بالنسبة للنقاط الأخرى وهي احتساب أقدمية الجنوب في المسار المهني بالنسبة لعملية التقاعد، سي دي بروبليم كي مو ديباس، جو في راح نطرحهم على الوزارة الوصية وراح نشوفوا هذا الإشكال.